هذا هو طورنا طلع الحمد حوار. الحمد حوار اليوم يات عدك على هواك اللي تبى تسوي المشهور لحام ولا لحم حوار ولا لحم خروف ولا لحم عيل ولا لحم ياموس ولا لحم الحمد تتويس على هوا. الحمد مطبوخة ونظف مرة زي ما زين 97% من النضوي من الحمد أظهر وبي للحمد يلسوها عليه. والعيش مطبوخ وزاهد 75% كمية النضوي العيش 75% نتري حين. وهاي الدهنة وفوق الضوء زيت زيت طعام. وهذا الماشي نضوي كم هذا حين ناضي؟ ثلاث شيلات العين ده. لكن النضوي شوفوا حب يعني نسبة نضوي بعد 75% هذا حق. آخر شيء ولا أول شيء؟ آخر شيء هذا مع اللحم. أيوه. هم يخلط تخلص حمسة اللحم حطوا الماشي عليه في قاعته. أهم ما في مكونات المشغول إن كان لحم ولا دياي ولا سمك ولا ربيان أهم ما في مكوناته اللومي اليابس الملبب اللومي على وانتوا لا طالعون عاد علينا طالع كلنا على حسب مقداره حد أكثر حد أقل على هواكم أنتوا. إنزين اللومي اليابس الملبب هذا شو حفيظ هنياي؟ هذا بهارات وفلفل أحمر وفلفل أسود كمون طوطات لا سوري هذا كزبرة كزبرة كمون وفلفل أسود فلفل أحمر هذا كركم هذا بهارات. هذا شوف أي بهارات هلا خالد الخالد ها ما خالد سمعك خالد الخالدي هي هذا بزال خالدي زين. وهذا يلينان صريح كزبرة وهذا اللي هو الكمون بعد صريح روحه هذا بتسويه هذا كله شوفوا هذا ينحمس ني هذا هذا ني بدون طحان هذا بكباره ويا الكربته اول بادي هذا زين. وطماط 4-5 طماطات على حسب الكمية نسبة تناسب على حسب انتم كم عيش بتحطون. نحن كم عيش مسوي انت؟ 15-20 قطيع. نحن 25 قطيع يعني ما ادري كم 25 شيلة شي نحن شيلتنا نحن شيلتنا في اللي نحن نعرف بيتنا بقول ما يخصني في الواد ما غير بقول انه يجي والله نحن غير نحن شيلتنا قطي الخبيث حد والله طلع شيلتهم يقولون شيل وشيل ترهم يطرون قطي العنس. نحن ابوي شيلتنا قانون اللي أنا عرفهم واللي ربيت وياهم واللي شفتهم عشت وياهم شيلتنا شيلة الخبيث ما نعرف شيلة العنص شيلة العنص نحن ما نعرفها ما تتقايسنا فيها لا نحن ولا اللي يعرفهم يمكن أنتوا غير يمكن الناس اللي مغير غير لكن نحن ما نعرفها شيلة العنص ما بمقياس عندنا. المقياس عندنا اللي هي شيلة الخبيث اللي هو السميد سميد زين. وهذا حينه البصل على ما تشوفون هذا الحين هذا كله بينعك في الجدر هذا اول بادي الكربته بالفلفل الخضر كباره وهاي هاي النواشف اللي تشوفونها وهذا الليلان والسنوت هذا كله ني لازم يتناقع اذا ما يتناقع كانك يا ابو زيد ما غزيت ها عقوا عليه البصل الحين تعالوا روحوا الريحه لازم هالنمونه بدون هالنمونه ما يستوي لازم اللي انا قلت يا ربي التعتيره ها شوفوا بالله عليكم كيف تظهر ريحته ليه النمونه ما تظهر والله مار ومرمز. وهذه هي الخلطه حينة من يبتدي شويه يحمر البصل ما يتريونه لين مره يغدي اسود توه بادي يحمر المكونات النيله مساء حطيناها شوفها قرنفل اللي هو المسمار الفلفل الاسود الجرفه القناد هذا اللي اخر شيء في صحن يمكن في التصوير انا ما طريته هذا لا بد ولا عذر منه عيدان الحين تشوفون هذا الحين وقت اللوم اليابس هذا وقت اللوم اليابس قبل ما تحط البهار قبل ما تحط شيء شو اللي طيب الاكل اللوم اليابس يوم تلسعه يلسعه الزيت الزيت الحار الحين تظهر ريحته كل هالعرب تسوي مشغول وكل كلن انا احترم رايه واحترم طريقته لكن نحن هاي طريقتنا كيف يبن البزار وكيف يظهر تظهر ريحة البزرات اللي هي ني الحب بحب ما بالمطحون المطحون آخر شيء البزار الخالدي ولا غير الخالدي كل شيء مطحون آخر شيء المول على هذا الني الصريح الصريح هب الحين لازم ياخذ دقيقتين على الأقل عقب ما يخطفن الدقيقتين عقوا الثوم إيه سير طالع منو عند الباب دور دور الذي يتشلون على الخدامات يتغايضون هذا منهم يغايض ربيعه شوف الحين ابتدى كله يحمر ضربه الحين بتشوفون الطريقه اللي خبرتكم بها هذه نحن طريقتنا من يصير والحين استوى البصل
75% انضويه. ها الحين بتشوفون الحين اللحم مطبوخ منظف معدل. كودوه على الزيت ويا البصل ويها على ما تشوفون. ما يبال لا صدع كان كان الدياي ولا 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 الحمه خروف ولا الحمه حوار ايا كان لازم هاي طريقتها. هذه طريقه نحن اللي خبرناكم عنها نحن نسويها نحن وهاليتنا الناس اللي من غير ما ادري. انا هذه طريقتي وطريقه اهل بيتي وطريقه الناس اللي اعرفهم الفنانين عاده منهم وحد منهم ترى جنقل هذا عقب ويا عباس على دباس صبر. ها وهذا بزار الخالدي يلا زين وهذا طالت عقب بزارات البهارات اللي من غير يلا وهذه طالت عماركم الكركمه ايوه هذا قياسنا نحن مال 25 كم عيش 25 كيلو. الحين مطربين فنانين منهم الفنانين ترى وايدين بعد منهم شيء نوعين الفنانين فنان ابوي من خاري من برا الله الله من جوا يعلم الله هذا من فوق ابوي عدل من داخل مايل بهرج يعني ها من شفت معتوم يقولون قرقعان صيف هذا هي سحابه صيف يخط مر ولا ضر مثل حلول اليمعه حد من العرب شرات حلول اليمعه من برا ابوي يتصالق ويتصالق ومتعدل ومن داخل مقطن هذا هذا شبهوبه قالوا فلان والله شرات حلول اليمعه هي فلذلك نحن ابوي هاي طريقتنا نحن والناس الفنانين اللي يعرفون من ربعنا يعني هاي المليحه حين ترى وقتها اللي الناس تعرف وهذا على حسب رغبته حد من الواد ما يعيبه البزار حد ما يعيبه حمص حد يعيبه ابوي يكود عباس على دباس وكلوه كل يوزلهم نحن ابوي هذاك ما يوزل هذا طارت عماكم من المروق مال اللحم هذا تلاياه هذا تلاياه اخر شيء مروق اللحم يخلون الماء يطبخ ويا اللحم لين مره يوجف ماء وهذا اللي يتم من مروق اللحم الحين قايته ينحط في قاع الجدر حسب يتجانس طعم اللحم بالبهارات بهالاشياء كلها اللي تشوفونها الانسان على حسب رغبته لا يبي يحط ابوي يكود بزرات اللي يبي ينقص اللي ما يحب البزار اللي عنده ضرر من البزار يعني كل ورايد الحين شو بتسوي؟ هذا وقت طالت عماركم الماش الحين نحن نحط الماش من هالمشخله المعفصه اللي من استوى الاتحاد وهم ماخذينها ولين اليوم ما طاوا يعقونها ليش ما تحط من مشاخلة الليداد ليش ما يركب مشخلة جديد حق متى حق الآخرة حق السنة الجاية كيف الحين نشف ترى من تشب عليه الماش تشرب الماش المروق لذلك يتفقع ويازم متنفخ الحين شو بتسوي ترى ملحته فيه وبهاراته فيه وكل شيء فيه مرة غاية المتمني الحين شو بتسوي اي الحين طالت عماركم شو ينحط الحين ينحط الطماط بكباره ينثر عليه والفلفل البارد بعد بكباره ها كله خياري لكن الحين هذا طريقتنا لا بد ولا عذر بنا الفلفل الحار تحت في قاعه الجدر وحين هذا لازم يظهر ربع نضوي بس مال التسكير تسكير الجدر هذا الطماط والفلفل البارد لازم يظهر ربع النضوي وقت الغراف يبين ريحته ويبين طعمه ويبين منظره هذا الحين طالت عماكم يا زام الكزبر خلاص خلاص الحين لا يتجلب شيء ولا ينحط شيء ولا ينحط الجدر مره كل زاهد الحين الثاني شغال ما عليه ماشي مشكله ها نشلو العيش نشبه مشاخل العيش على الحشو هذاك كامل بس شيء باقي؟ بس هذا الحين عيشنا هذا الحين مطبوخ وزاهد مملوح ورقم واحد الحين عادة بنرويكم طريقة سكار أهم ما في الموضوع هذا كله سكار الجذر كيف تسكر الجذر وكيف تبن ريح في أول طبقة من العيش لازم يتسكر زين ما زين بدون طالت عماكم خلوا مغرافتين المغرافة الأولية من المروق مال اللحم تحت كانت المغرافة الثانية يرشونها على وجه الجذر حد من العرب يرشون زيت محمرش زيت على وجه الجذر لأن اللي في القاعة تسده الحين يتجانس راح طعم لحمة الحوار كان لحمة حوار ولا لحمة خروف ولا لحمة تويس ولا دياي تتجانس ريحته الحين كامل ويا العيش ويسكرون بالفويل هذا القرطاس الألمنيوم
ليل على الأقل، على الأقل ساعة. شوفوا حبة العيش الحين، ها شوفوا حبة العيش، ما شاء الله تبارك الرحمن. شيك 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 تبارك الرحمن. وحين يغطون طالة عمارتهم الجدد يخلونه لين ساعة، ساعة ونص، ساعتين على ضوء قاصرة وخلاف عادي يكشفون عنه بالهرويكم الهزة. بعد مرور طالة عمارتهم 45 دقيقة الضوء هباب ما تلحق المريل. حين الجدر ساكر مرة سكار رقم واحد. شوف الحبة كيف نثرية، ها شوف الحبة نثري نثري مرة، كل حبة على رأسها. هذه فنون يسمونها فنون الغراف. أول شيء يحطون العيش القحي اللي من فوق ويه الجدر، عقب يصيرون جدا الحشو. يضربون بالملاس تحت. أيوة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا حبيبي. وهذا يازم شكل، الشكل النهائي. Thank you حفيظ. هذا مشخوض اللحم، إن كان لحم ولا دياي. Thank you حفيظ.